هنشرح دلوقتي على السريع ازاي تستخدم المواقع بتاعت القواميس اللي انا هحطها. في عندنا اهم واحد اللي هو جوجل ديكشنري، فاللي انا فاتحه دلوقتي واحط اللينك بتاعه هتلاقيه في الديسكريبشن على يوتيوب، او هتلاقيه في موجود في الكومنتس تحت على الفيسبوك. ف هنا مثلا هحط اي كلمة، مثلا بوي، هنا هيقول لك البوي ناون وهيجيب لك معناه، المعاني اللي بتاعته كلها. وهنا في النطق بتاعه، اما تدوس هنا على الاوديو ايكون دي هينطقها لك بطريقة صحيحة. وهنا في related phrases، دي الجمل اللي ليها يعني ليها علاقة بالكلمة اللي انت حطيتها، مثلا زي office boy، paper boy، وهكذا. وبيقول لك معناها، بيجيب لك اشهرهم. وهنا في related languages، بيقول لك الكلمة دي موجودة في انه لغة تانية ليها علاقة باللغات دي. وهنا synonyms اللي هي المفردات، فممكن يجيب معنى son وهكذا. وهنا usage examples، بيحط لك الكلمة في أمثلة. و web definitions، بيقول لك ال definition، التعريف بتاعها بس بالإنجلز، زي male child وهكذا. ممكن بس في شوية حاجات مفروض ما تعملهاش في ال dictionary ده. لو ما تحطش كلمة جمع، يعني مثلا cats، هيجيب لك معناها بس مش هيجيب لك النطق بتاعها، فانت عشان ينطقها لك تشيل الاس، او هتلاقيها هي كات. فما تحطش كلمات جمع، شيل الجمع بتاعها وانطقها مفرد، وانت زود الجمع بتاعها في النطق. فده نطقه كويس قوي. مثلا كلمة دي احنا بنقول عليها بوكس، بس نطقها الصحيح مش بوكس، نطقها الصحيح باكس بالامريكان، او زي ما انتوا شايفين وجربوها. وكلمات ياما يعني، ما يعني ما تصدموش اما تلاقوا 3/4 الكلمات اللي عارفينها نطقها غلط، بس مفروض انت تعلم نفسك ازاي تنطقها صح. في بقى موقع تاني اللي هو اللي انا هفتحه دلوقتي، ده في ميزة، هو ده انجليش انجليش بس في حاجة كويسة. مثلا هحط water، زي water دي بينطقوها American، water بينطقوها British، واحنا المصريين بننطقوها water. هنا هتلاقي عندك American هيقول لك water، هنا water ومصريين water. وبس بيشرح لك هنا بالإنجليش بس. دول أهم أهم موقعين. ولو حد في مواقع تانية، لو حد عاوز مواقع تانية بس